قول بديع معجز إحكامه وبيانه ولطائف الأسرار. قام ابن المنكدر يصلي من الليل فكثر بكاؤه في صلاته، ففزع أهله فأرسلوا إلى صديقه أبي حازم فسأله: ما الذي أبكاك؟ فقال: مر بي قوله تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى أبو حازم معه واشتد بكاؤهما، فقال أهل ابن المنكدر: جئنا بك لتفرج عنه فزدته. فأخبرهم ما الذي أبكاهما. قول بديع معجز إحكامه وبيانه ولطائف الأسرار.